ارحموني. دقيقه لحظتك ناخذ معاك هنا دغيا دغيا. يلا سير سير. اذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مباشر جديد دائما من الكوت ديفوار وبالتالي قناه شوف تيفي في تغطيه متواصله للكان الافريقي. مشاهدينا الكرام معنا السي عادل الرحموني واحد من الصحفيين المغاربه الرياضيين واللي جبني بالسؤال اللي طرح بعدا ما نهضروش على مدرب المنتخب الوطني السي وليد الركراكي واللي عطى العديد من المعلومات واللي نوه بعدا بالوصول ديال الاعلاميين المغاربه بتنظيم رائع وبلباس موحد وبزاف ديال الامور. غنهضروا على التصريح اللي كان ديال المدرب ديال تنزانيا واللي اكيد السي رحموني كنضرب اللي قدم اعتذار. هو عادل عمروش اليوم يمكن ما بقاش مكونسونطري على المباراه ديالو ضد المغرب لان شفنا تعصب في المؤتمر الصحفي لانه كانت اسئله كثيره كثيره من الزملاء الصحفيين المغاربه على التصريحات الغير المسؤوله على ما قالوا على المنتخب الوطني المغربي استصغاره. ولكن راه بان من خلال التصريح ديالو على انه اعتذر بشكل غير مباشر وقال بان خصكم تشوفوها من الجانب الايجابي كمدرب ديال المنتخب التنزاني على انه من حقه كاتحاد التنزاني يراسل الكاف كباقي الاتحادات وعلى انه يغير حتى هو الحكم ما عجبوش ويغير ارض الملعب اللي يلعب فيه ويغير حتى التوقيت ديال المباراه وهذا حق مشروع من حقه كباقي الاتحاد. من بعد اعترف بالقوه ديال المنتخب الوطني المغربي على انه غير محظوظ على انه غادي يواجه منتخب اللي واجهه في الاقصائيات ونهزم معاه في دار السلام 2-0. هذه مباراه ديال النهائيات واعترف بالقوه وعرف بان المغرب كيحتوي على لاعبين العيار الثقيل اللي كيلعبوا ويمارسوا في بطولات عالميه على المستوى الاوروبي وما خفاش التخوف ديالو من هذه المباراه وقال على انه غادي يجي يدافع على الحدود ديالو كباقي المنتخبات. بالعوده للمؤتمر الصحفي اللي كان قبل قليل السي رحموني بلاش كيفاش جاوك التصريحات ديال السي وليد الركراكي خصوصا الاستعدادات ولانه قال كيستعد مقابله بمقابله. شوف هو السؤال اللي طرحت انا في الندوه الصحفيه كان واضح لانه هل استفاد من المباريات السابقه اللي شاف تعادل مصر تعادل نيجيريا هزيمه غانا تعادل الجزائر هذا كيعني على انه هناك منتخبات مغموره وقفات ند بالند مع هذه المنتخبات اللي سبق لها التتويج بكاس افريقيا وبالتالي هذا انذار مسبق ما كنقولوش انذار للعناصر الوطنيه المغرب ولكن على الاقل غادي تخليهم انهم يدخلوا بجديه. وعجبني التصريح ديال الوليد على انه قال بانه كيحترم الخصم وبالتالي منين وليد كيحترم الخصم انا اعلم على ان المنتخب الوطني المغربي غيدخل داخل بثوب البطل وبان من خلال المعنويات على ان واحد الجمله قالها هي ميساج للشعب المغربي على انه اللاعبين كينتظروا بشغف هذه المباراه هذه كما صرح بها في كاس العالم في المباراه الاولى ضد كرواتيا. بارك الله عليك سي رحموني كنشكرك. شكرا سي رحموني. اذا مشاهدينا الكرام اذا مشاهدينا الكرام من الكوت ديفوار وكانت قبل قليل النهايه ديال المؤتمر الصحفي ولا الندوه الصحفيه اللي كان عقدها السيد وليد الركراكي مع المدرب ديال تنزانيا. متابعينا الكرام واللي من خلالها اكد السيد وليد الركراكي على الصعوبه ديال المهمه ديال المهمه وكذلك شفنا الاعتذار ديال المدرب التنزاني حول ما قيل حول المنتخب الوطني وقال بلي راه كان سوء تفاهم وبلي هو ما قصدش انه يقلل من المنتخب الوطني المغربي بالعكس ذلك هو كبر بالمنتخب الوطني دائما وقال الحقيقه وقال صراحه على ان المنتخب المغربي منتخب كبير وتش واحد ما يقدر ينقص منه. اذا متابعينا الكرام هذا هو الملعب اللي غادي تقام فيه المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب التنزاني في الجوله الاولى في المجموعه الرابعه. اذا متابعينا الكرام الملعب المقابله غنكشف معكم هذه المباشر ونرجع معكم ان شاء الله مباشر بعد قليل الى